وضعك في الصورة غايتنا. واش هذاك الشيء اللي جاي ان شاء الله عاوتاني نفس الانرجي وصافي. ما جبده قصرين جوزنا دابا فينا شنو اونلي تو صانع واحد من كبار صناع هذه الملحمة سيحضر معنا بعد لحظات قليلة من الآن الناخب الوطني وليد رقراقي. وليد 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 ما يمكنناش نلقاو وصفة هادشي اللي وقع اليوم. المغرب في الدومي فينال ديال لاكوب دي موند غراس أ توا الفضل ليك الفضل لهذا الرجال. يوم تاريخي لكرة القدم الوطنية شنو واقع اليوم هنا في الدوحة؟ ماتش تري ديفيسيل. شوف بدات من الصباح اكرد ومزراوي ما كاينينش سايس لعب بليسي دخل مسكين حتى الماكسيموم ادري تقاتلو وشفتو الدراري هما جاوا كانوا رجال. تاقو 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 المهم هي المغرب دومي فينال. كنا بلاد الاول في افريقيا اللي كنا دوزنا لي بول في 86 دابا درنا دخلنا في دومي فينال طلعنا الرايه ديال المغرب والرايه ديال الافريق ولا الرايه ديال العرب بلاد عرب. الكوب دي موند بلاد عرب كان مهم واحد بلاد حتى هو عربي يكون هنا. مازال ما درنا والو وليد. لا مازال ما درنا والو بالحق. دابا المغرب يقدر يتفرقع اليوم يبروفيتيو ويوجدوا راسهم دومي فينال ان شاء الله. مبروك خويا مبروك. فيليسيتاسيون. نعود اليك عادل. يوم تاريخي يوم اسطوري واحد من اهم الاحداث في تاريخ المغرب العظيم. اليوم رجل المباراه ياسين بونو رجل اسد من اسود الاطلس. ياسين حدث شخصيا مازال ما مصدق شنو واقع اليوم انا في الدوحه. ياسين كيما شتي يعني هذا الفارق ما عنده حتى شي ليميت. ماشي يعني ما صعيب اللي قال كلمات باش نوصل باش نوصف هذا الفارق. راجل معنى الكلمه نلقى الكلمات يا سيدي. راجل معنى الكلمه. مباراه كبيره بزاف ضغط كبير. انا ما مصدقش الواقع اليوم. كيما صعيب نعلق على هذا بحال هذه اللحظه. نبغي نشكر كاع الجماهير صراحه اللي تساندونا. نشكر اللاعبين اللي المجهود اللي داروا ما يمكنش يعني اللاعبين المصابين واللاعبين اللي دخلوا كانوا في مستوى كبير. الحمد لله عاش المغرب. رجل خويا ميرسي. ياسين بونو واحد من العظام اليوم من اكبر واهم اللاعبين في تاريخ المغرب. اذن هنا في الدوحه رجل الدوره بامتياز واحد من كبار اللاعبين سفيان امرابط. Unbelievable moments, a great performance, a great day for us together as Moroccans. We are very, very, very proud today, خويا. Thank you very much. The only thing what I can say is Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala is with us. He's with us. All the Muslims, all the Moroccan fans, all the people around the world who are with us. They're praying, they are crying, they are happy. This is for you. This is all for you. This game, this tournament, we do it for you. And Alhamdulillah, inshallah, we're going to do make you more proud, inshallah. Sufyan, can you explain what happened here in Doha since the first day? It's a big dream for us today. Yeah, it's unbelievable. It's more than a dream. That with all the respect, Morocco, alhamdulillah, we are in the hall of the semi-finals now. We deserve this. We fight for it. From the first day we are here, we believe in our qualities. It's not easy. Nothing is easy in life. But if you see how we fight, how we defend, it's unbelievable. This team spirit, this team, and we deserve this. We deserve this a lot. Thank you so much, brother. Thank you so much. نعود إليك عادل في البلاتو. أعود إليك معي أحد نجوم المباراة سفيان بوفال. واش هادشي حقيقة ولكن حلمو ولا شنو وقع اليوم؟ باقي كنحلمو ولكن ما بغيتش نوض من النعس. صراحة الحمد لله نشكروا كل شيء جمهور مغربي والحمد لله حنا دومي فينال وباقي القدام إن شاء الله يا ربي. قول لنا شنو وقع اليوم في هذا الماتش. هاد لابريسيون كيفاش الله يحسن عوانكم؟ أنا ما كان عنديش رجلين باش نوقف. الله يحسن عوانكم شنو أنتم كيفاش جريتوا هذا الماتش اليوم؟ عرفتي صراحة من كتكون في التيران ما كتفكرش على هادشي. أنت كدير خدمتك والحمد لله الله معنا. دابا حنا ما بقاش يا قادر كنهضر ولكن الحمد لله فرحنا كلشي والدينا كلشي المغرب وباقي القدام إن شاء الله ما غنحبسوش دابا. شنو الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الوطن الملك اني ان للمغرب ملكا وشعبا. شكرا لك. في اول مشاركه له في المونديال زكريا ابو خلال المبدع، برافو تبارك الله عليك ما شاء الله عليك، ما عندي ما نقول لك. السلام عليكم. الله يبارك فيك. الحمد لله فرحانين بزاف، كنحلموا ولكن كان الله معك كل شيء قدر. ربي كبير ولا لا؟ ربي كبير. اليوم كنشوفوا هذا الشيء ما مصدقينوش، هذه النعمه ديال الله سبحانه وتعالى كبيره بزاف اليوم. الله اكبر الله اكبر. واحد كاين النيه كنتوكلوا على الله، بسم الله وكان الله معك حتى واحد ما يقدر يربح منك. نقز جلس ضرب راسك مع الحيط، ما كاين حتى واحد غادي يربح منك. ما كانش ماتش سهل اليوم، كيفاش جريتوا انتم هذا الماتش زكريا ملي دخلتي في دوزيام ميدان؟ كل ماتش ماشي سهل، لعبنا على اسبانيول واعرين، كرواتيا، بلجيكا، كندا، دابا البرتغال، ولكن ليكيب عندهم النيه، كلهم باغيين يخدموه، الكوتش عنده كيورينا كيفاش بغى يلعب، وكل لاعب وكيفاش هو كيقول لنا، كل فرقه تقدر تربح منها. تبارك الله عليك، فيليسيتاسيون، مبروك، الف الف مبروك. تبارك الله عليك خويا العزيز. كان معنا زكريا ابو خلال، صنع هذا الانجاز التاريخي للرياضه الوطنيه. سي فوزي القجع، اكيد ما يمكن نقول لك غير الف مبروك لكل مشاهدي النصيب، برافو شابو هنا من عندي. اكيد شيء رائع اليوم. المهم اليوم هذا الانجاز والتاهل كيف قلتي، اولا خصنا نهديوه للرياضي الاول صاحب الجلاله نصره الله، سيدنا اللي بالرعايه نتاعو الدائمه وبالتوجيهات نتاعو قبطنا خدينا الطريق الصحيح الحمد لله. والفريق الوطني اليوم المغربي في المربع الذهبي لكاس العالم، وهذا بطبيعه الحال اكبر واحسن هديه للجمهور المغربي المتعطش والواقف الى جانب هذا الفريق، ولكن ايضا هي هديه لكل الجماهير العربيه والافريقيه والمغاربيه اينما كانت والتي تساند وتشجع الفريق الوطني. اعتبر بان الفريق الوطني اليوم جسد البعد الثقافي والتاريخي لمملكه عظيمه تاريخها 12 قرنا وعلى قيادتها ملك عظيم وجمهور وشعب كبير وعظيم. هنيئا لنا هنيئا لنا. كانت هذه كيفاش فريق عربي يوصل نصف نهائي كاس العالم، التاريخ اثبت ان العرب موجودين. تحيه للاسود، تحيه للمغرب. الان بالحق الان الشاهيه تجي مع الاكل، ويلزم نطمعوا في هذه الكاس لانها تفتح ابواب ولكن قد لا تتكرر. ما عملوا المنتخب المغربي اسلام شيء يدرس في كتب التاريخ، اقوى دفاع في تاريخ كاس العالم، هدف ما شاء الله بعد 5 مباريات، طيح البرتغال، طيح اسبانيا، طيح بلجيكا، تجاوز كرواتيا. والاكثر في النجاح أن المنتخب المغربي مثلا إذا اعتبرنا فاجأ كرواتيا، بلجيكا كانت محذرة ولكن أيضا لم تنتصر، إسبانيا كانت عينها على الأسود لأنهم وقفوا كرواتيا وبلجيكا ولكن أزحوهم، البرتغال كانت منتبهة جدا وقرأوا خطة الرقراقي ولكن مرة أخرى الأسود بالروح بالجماعية بالإمكانيات الفردية اللي فما نجحت. أنا جاي ونحكي مع مارسيل ديسايل باش يكونوا إن شاء الله في ماتش إنجلترا فرنسا بعد ساعة ونص تقريبا على بين سبورتس حصريا، قال لي كلمة، قال لي ما عمله الأسود شيء خرافي وأسطوري. قلت له علاش مارسيل؟ قال لي لأنه المنتخب المغربي الحقيقة ما كنتش نتصور اليوم على البرتغال على المستوى الذهني على المستوى البدني على مستوى القوة أن يكونوا جاهزين مرة أخرى رغما على الغيابات. المنتخب المغربي مازال ينجح، السر للرقراقي واولاد الاسود ورجال المغرب لابد ان نبتعد عن التشبع. الان ما دام وصلت سيمي فاينل كل شيء جايز، كل شيء ممكن. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خلوا لي الراي ديالكم في التعليقات، ما تبخلوش عليا بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا يشاركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العاده نتشوفوا في فيديو جديد وديما مغرب.